والله يعني الدول العربية كلها يعني فرحانة معانا، خصوصا فلسطين. والله العظيم يعني فرحوا معانا، والسعودية كمان حتى هي فرحت معانا، قطر حتى هي فرحت معانا، يعني كل الدول العربية فرحونا وفرحوا معانا وفرحناهم بالمنتخب تبعنا. وإن شاء الله الفرحة تدوم، يعني لما نشيل كأس العالم يكون مغربي إن شاء الله في هذا المغرب. الجالية المغربية المقيمة بالدوحة كان لها فخر كبير أنها تلتقي بناسنا اللي في جميع دول العالم، يجون ويعبرون التكاليف من السفر ومن كل شيء والعب وكل شيء علشان يجون يتلتقون بإحنا اللي مقيمين هنا. فهذه فرحة كبيرة وتوحدنا وتخليهم ينسونا في الغربة. فاز المنتخب المغربي على بلجيكا، لما تروح بالمترو بسوق واقف اي مكان في قطر، يعني تلاقي تهنئه وتلاقي ترحيب من كل الشعوب العربيه حتى من خلال جنسيات اخرى بيهنئوك على فوز المنتخب المغربي. بتكون فخور، بتكون جد سعيد بانه المنتخب المغربي وصل للدور ال 16. رغم الصعوبات كما يقولوا، يعني كي دخلت للمقابلات يعني مش عليا كاع المشاكل ومش عليا كاع تعب السفر وديك الفرحه اللي من اول مقابله حتى لثالث مقابله. الحمد لله راني في واحد الفرحه لا توصف، والحمد لله نكملوا الفرحه مع الفريق مع المنتخب الاسباني ان شاء الله تكمل الفرحه. صراحة يعني أنا كنت في الأول بحس بالغربة، ولكن الحين لما كان جا كأس العالم وجو مغاربة كثير أنا نحس بروحي يعني في المغرب، يعني الأجواء مغربية، الطقوس مغربية والموسيقى مغربية.